أخبار اليوم. القدم السكري ده دي مضاعفة معروفة نتيجة احنا قلنا التهاب العصب الطرفية، قلة الإحساس، الأوعية الدموية بتبقى مريضة. فطبعا مريض السكر عليه انه يفحص قدمه باستمرار لانه مش حاسس، فلازم يبص على رجله باستمرار، لازم بعد ما يستحمى او يتوضى او يغسل رجليه لازم ينشفها تنشيفا جيدا بالفوطة، ما بتبقاش مبتلة. لازم يرتدي حذاء طريا وليس ضيقا، يعني لازم الحذاء اللي هو لابسه يبقى طري. ضغط الحذاء على الرجل هو ده اكبر سبب بداية اللي هو بيعمل كلو ويبتدي يعمل اصابات في القدم. فيبقى احنا محتاجين تجفيف القدمين تجفيفا جيدا، فحص القدمين كل فتره بدقه. اذا كان مش قادر، هو مش طايق يشوفها كويس او مش قادر، يبقى المرافق اللي معاه، زوجته، حد المقيم معاه، يبص في رجليه كويس على اي جروح او التهابات فطريه موجوده. وبعدين الحذاء لازم يبقى طري ومريح ومبقاش ضيق، مش عايزين الحاجات اللي ماسكه، عايزين الحذاء يبقى طري. كل دي طرق وقايه من القدم السكري. هو مرض السكر برضه بيعرف دلوقتي ان هو مرض وعائي، مرض الاوعيه الدمويه، فبيأثر على الاوعيه الدمويه الكبيره والاوعيه الدمويه الصغيره. فده ادى الى ثلاث حاجات في الاوعيه الدمويه الصغيره اللي هي قالت عليهم الاستاذه نور. اول حاجه في العين بيأثر على الشبكية في العين، بيزود نسبة الإصابة بالمية البيضة، بيأثر على الكلى، فبيبتدي يعمل قصور في وظائف الكلى، وقد يؤدي إلى فشل كلوي. بيأثر على الأعصاب برضو من نتيجة الأوعية الدموية المغذية للأعصاب الطرفية، فبيعمل لي التهاب في الأعصاب الطرفية. فالتهاب الأعصاب الطرفية ده بيخلي فيه آلام لا تحتمل في عند القدمين. غير الآلام قلة إحساس، يعني حاجتين، الإحساس قليل، يعني ممكن يتشك في رجله ويتعور ما يحسش، فيقوم في فهذا الجرح يحصل فيه مضاعفات وهو مش حاسس بيه خالص. زائد إن في ألم لا يتحمله، يعني في مريض ممكن ما يتحملش الكوفيرتا او الملايه اللي بتغطى بيها من كتر ما بيستحملش لمسه الايد، فده التهاب اعصاب طرفيه. فدي مضاعفات محتمله لمرض السكر. طبعا محتاجين حاجتين، محتاجين نظبط نسبه السكر في الدم باستمرار عن طريق السكر، تحديد السكر في الدم. وفي مؤشر الاقوى لضبط السكر دلوقتي اللي اسمه الهيموجلوبين السكري، يعني نسبه الهيموجلوبين السكري دي احنا عايزينها تتراوح من 6.5 لـ7 عند مريض السكر، وذلك تقليلا للمضاعفات.